النهارده باذن الله تعالى نكمل اخر محاضره عندنا في الجزء الاولاني اللي هو بيتعلق بالبايبلاينز. فهنتكلم على مالتيبل بايبلاينز. احنا كنا وعدنا قبل كده ان احنا هنبتدي نفكر لو بقى عندنا كذا خط انتاج جنب بعض، لو بقى عندنا كذا طابور لاطفاء الحريق، ان احنا ازاي نقدر ان احنا نتعامل مع هذه الفكره، لان هيظهر لنا كما نشوف النهارده مشاكل مختلفه فيها ومحتاجين نحاول نحلها. المشاكل هتكون زي ما هنشوف في الفيتش والديكود والاكسكيوت في المراحل المختلفه بتاعه البايب لاين، ومحتاجين ان احنا نتعامل معاها. ثم بعد ذلك كنا في المرات السابقه اتكلمنا شويه طب هيحصل ايه لو عملنا ري اوردر، اعاده ترتيب للاوامر. بس محتاجين نفهم طيب هو اعاده الترتيب ده مين اللي هيقوم بيه؟ هل الهاردوير ولا السوفت وير؟ ولما يقوموا بيه طب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ وبرضه نحاول نفكر سوا ايه الحلول بتاعتها. والفي ال اي دبليو ده وسيله السوفت وير بيتعامل بيها عشان يعمل ما يسمى فيري لونج انستراكشن وورد، وتبقى عدد من الانستراكشنز ان بارلل ماشيين مع بعض. هنحاول برضه نبص عليها ونشوف هي بتستخدم في ايه. خلينا نفكر كده، لو احنا بنقول الحريق اللي كنا بنتكلم عليه وفي طابورين موجودين وناحيه البئر ده في حد ماسك دلو يرفعه يدي الطابور، ثم يمسك دلو اخر يرفع منه الميه ويدي للطابور الثاني، وشغال الراجل بمجهود كبير كده وزي الفل وعمال بيملى دلو يديه لطابور ويملى دلو تاني يديه لطابور تاني. والناحية التانية عند الحريق المايه بتوصل وبننزلها على النار. في المقابل هنقول ان عندنا نفس الطابورين بس عند البئر في فردين كل واحد منهم بيمسك الدلو، بيمسك دلو يعني في ايده، ويملى الدلو ويديه للطابور بتاعه. ايه رأيكم في الاختلاف ما بين الاثنين؟ هل في واحد فيهم حياته في الحريق احسن؟ فزميلنا بيقول اكيد اللي فيه فردين يستقوا من البئر وبيطلعوا الدلاء دي هيبقى احسن، من كفاءته اعلى في اطفاء الحريق، هيبقى المعدل بتاع الشغل بتاعه احسن من ان احنا يبقى عندنا شخص واحد واقف عند البئر يملى الدلو وبيديه لكل من الطابورين. فاذا اللي زميلنا اكتشفه ان احنا مش العمليه ان احنا نعمل باراليزم في الخط الانتاج بتاعنا وتظل عندنا نقطة اختناق في حتة. لو في نقطة اختناق في حتة هي دي عنق الزجاجة اللي هتسبب لي ان المعدل بتاع النظام كله مرتبط بيها. وبالتالي لو ما حلناش تماما ان كل حاجة ماشية بالمعدل العالي، لو في نقطة في النظام كله ماشية بالمعدل البطيء هي دي اللي هتحكم الشيب كلها، الديزاين بتاعنا كله، النظام كله. نفس الفكره اللي انتم بتشوفوها في المرور في الشوارع. لو عندك الشارع عريض وفي عدد من الحارات، فنجي في نقطه في اصلاح ولا في حادثه ولا في حاجه ونزل الكلام ده انه بقى حاره واحده، الطريق كله هيبقى ماشي بسرعه الحاره دي، رغم ان في الحته الثانيه في اربع حارات مثلا ولا اكثر، انما هم مش مشكله. فكونك بتحاول توفر هاردوير ان بارل وتنفق من المال في التصميم وفي التصنيع وفي الكهرباء اللي بتشغل بيها هذا النظام، بس في عندك نقطة اختناق تبقى مشكلة. أول واحد ناقش هذا الموضوع في شغل البروسيسورز يعني واحد كان اسمه مايكل فلين، وبالتالي عرفت الحكاية دي باسمه وسميت الفلين بوتل نك، إن إحنا عندنا عنق زجاجة اللي اتكلم عليه شخص اسمه فلين ده، وان احنا لو ما عندناش باراليزم متكامل في كل خط الانتاج وفي عندنا حته فيها اختناق يبقى هنظل مربوطين بان احسن حاجه نقدر نحققها كانستراكشنز بير سايكل اي بي سي انستراكشن بير سايكل او مقلوبها اللي هو سايكلز بير انستراكشن سي بي اي هتبقى بواحد. مش عارفين نحقق حاجه احسن من ان احنا عندنا كل سايكل بنعرف نخلص اسرع.
لو عاوزين نصل ان احنا نخلص اثنين instructions كل clock cycle يبقى الـ IPC باثنين او الـ CPI بنص، يبقى لازم ما يكونش عندنا نقاط الاختناق. طيب تعالوا نفكر بقى ازاي نحاول ننفذ الكلام ده، بس نفهم الاول مسمى بيسمى ILP. احنا اللي بنحاول نعمله دلوقتي نعمل instruction level parallelism ILP، على مستوى ان انا عندي اوامر في البرنامج هعمل توازي في الهاردوير بتاعي عشان الانستراكشنز دي تشتغل ان بارلل في الهاردوير، تقدر تمر في خط الانتاج في البايب لاين بتاعتي ان بارلل. طيب الخاصيه بتاعت ان انا اقدر اعمل انستراكشن ليفل بارلليزم دي مختلفه عن ان انا اقول انا عندي مثلا كور بروسيسور بيشتغل على برنامج نفترض اسمه البي دي اف فيور ده، وفي كور اخر بيشتغل على برنامج اخر مثلا بيداونلود الفيديو بتاع المحاضره من الشبكه. ده كده بروجرام ليفل باراليزم، ان انا عندي هاردوير بيشتغل على حاجه وهاردوير بيشتغل على حاجه مختلفه خالص. اللي احنا بنتكلم عليه هنا في الحته دي ان انا عندي في ظل نفس البرنامج انا عامل مثلا تو بايب لاينز وهاخد اوامر من نفس هذا البرنامج ان بارلل، ادخلها في البايب لاين الاولانيه والثانيه ويمشوا مع بعض. امكانيه ان انا اعمل كده تعتمد هو السوفت وير بتاع البرنامج ده مكتوب ازاي. هل البرنامج ده الاوامر اللي فيه معتمد على بعضها؟ فلو كان الامر الثاني معتمد على الامر الاول يبقى اذا ما يقدرش يمشوا على التوازي، لازم الامر الاول ينتج النتيجه بتاعته الاول مثلا ثم الامر الثاني يستخدمها. فبالتالي هل عندي امكانيه ان انا اعمل instruction level parallelism ولا لا؟ دي property بتاعت السوفت وير. كل ما يكون السوفت وير مكتوب بطريقه تسمح بالinstruction level parallelism يبقى وجود الهاردوير تحته هيقدر يستفيد من الكلام ده ويساعد. انما لو انا عملت هاردوير عملت مثلا اربع حارات في الشارع بس الشارع ده فيه منزل واحد يملكون سياره واحده وهي دي بس اللي تمشي يعني، يبقى مفيش فايدة ان الشارع اربع حارات، يعني اعمله حارة واحدة ولا اعمله اربعة ولا اعمله 20 ما فرقتش، المعدل برضه هيستمر في ان في سيارة واحدة اللي تمشي. فبالتالي احنا ممكن نساعد بالهاردوير، بس لو لم يكن السوفت وير نفسه فيه باراليليزم في الاوامر بتاعة البرنامج ده يبقى مش هنعمل حاجة بالهاردوير. طب وسائل المساعدة ايه بقى؟ ان احنا نعمل بايبلايننج، ودي تاني نتكلم فيها، ان احنا يبقى عندنا امكانيه ان انا احط مالتيبل بايب لاينز جنب بعض، ونبتدي نقول هشغل البايب لاينز المختلفه دي مع بعض ان بارلل. طب في كلمه مكتوبه هنا سوبر سكيلر ان اوردر سوبر سكيلر اوت اوف اوردر، تعالوا نحاول نفهم معناها ايه. اولا كلمه سوبر انتوا عارفين معناها فائق او زياده او في امكانيات اكثر مما في العادي. طب سكيلر معناها ايه بقى؟ انا شرحت لكم حته، اشرح لكم انت الحته، سايب لكم الحته السهله. سكيلر يعني ايه؟ ماشي، كميه مقياسيه. طب عكسها ايه؟ طيب اللي انتم بتعتبروه يعني انتوا بتقولوا مثلا ان ممكن اقول ده سكيلر كوانتيتي ودي فيكتور كوانتيتي، فانتوا ممكن تقولوا ان الفيكتور بتعتبروه الحاجه اللي لها قيمه واتجاه، بينما السكيلر بتعتبره الحاجه اللي لها قيمه بس. كلمه قيمه واتجاه دي التفكير بتاع لو انت بتبص عليها كجيومتري، ان انا عندي فيكتور مثلا بيبتدي من النقطه دي للنقطه دي فده طوله كذا ده قيمته واتجاهه هو ده، ولو في فيكتور تاني في الاتجاه ده فيكتور ثالث في الاتجاه ده. فممكن لما بتتكلم على الابعاد الثلاثه بتاعه السبيس اللي احنا عايشين فيه تتكلم بمنطق الفيكتورز اللي ليها اتجاهات بهذا الشكل. طب انتم برضو استخدمتوا كلمه فيكتور بمعنى اخر لما بتتكلموا على ماتريسيز وفيكتورز، ان انتم بتقولوا لو انا عندي ماتريكس اللي هي حاجه بعدين صفوف وعامده والفيكتور ده اللي هو عمود بس، ده برضه سميتوه فيكتور. ليه؟ لان هو في ال 2
two dimensions او في three dimensions بيمثل كل قيمه فيه بتمثل القيمه اللي على احد الابعاد، فبالتالي بتمثلوه بهذا الشكل. انما لما ابتديتوا تتكلموا على ان انا عندي 10 ابعاد ولا 20 بعد ولا كلام من ده، بطلتوا عقليا تفكروا فيها لانها في سبيس ولو اتجاه، وبخلص بتكتبوه بس كده عمود تحت بعض. مجموعه من السكيلرز اللي ليها علاقه ببعض سميتوها فيكتور، لانها تمثل مثلا نفترض لو بتحلوا سيركتس تمثل قيم الريزيستنس اللي في السيركت او قيم الفولتج اللي على النودز اللي في السيركت او اي حاجه. فاحنا في فهمنا كناس بنتكلم في الرياضيات وفي الهندسه وفي الفيزيكس وما الى ذلك، بنقول على الفيكتور ده اللي هو عدد من الكميات السكيلر، عدد من الكميات المقياسيه اللي لها علاقه ببعض سميناها فيكتور. طيب لو انا عندي عدد من البايبلاينز وعاوز ان انا اعمل على البايبلاينز المختلفه دي عمليات حسابيه، نفس العمليه الحسابيه على عدد من الداتا المختلفين اللي لهم علاقه ببعض. مثال لده ايه؟ الفريم اللي بيصورني دلوقتي ده كده في الصوره دي، وبعدين حد عاوز يعمل مثلا ان هو يخلي الصوره افتح او اتكم، ده بيغير العمود بتاع البيكسلز ده مثلا كله بان هو يزود عليه قيمه في اللون بتاعه عشان يبقى اقرب للاسود او اقرب للابيض. فانا ممكن يبقى عندي عدد من البايبلاينز ادخل عليهم كلهم الداتا بوينتس واقول لهم اد 5 مثلا. فانا عاوز على كل دول كل الفيكتور بتاعي ده تعمل عليه عمليه واحده اللي هي اديشن 5. الفكر ده في الشغل بيسموه فيكتور بروسيسنج، وان انت ممكن يكون عندك فيكتور بروسيسور يعني مجموعه من الهاردوير يونتس بيدخل لها فيكتور وبتعمل سنجل انستراكشن على المالتيبل داتا بوينتس دي، فده بيسمى سنجل انستراكشن مالتيبل داتا SIMD. اللي احنا كنا في دراستكم السابقه والى اليوم بتتكلموا عليه كان بيبقى سنجل انستراكشن سنجل داتا، انا عندي امر واحد على سنجل داتا. لما نتكلم فيكتور بنتكلم سنجل انستراكشن مالتيبل داتا. طبعا ممكن الاس والام تلعبوا بيهم بما ان هما يعني تاخد اس يا تاخد ام، هما حاجتين، يبقى عندك اربع تنويعات سنجل انستراكشن سنجل داتا، سنجل انستراكشن مالتيبل داتا، مالتيبل انستراكشن سنجل داتا، ومالتيبل انستراكشن مالتيبل داتا. برضه اللي اتكلم على الاربع تنويعات دول هو نفس الشخص مايكل فلين اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. طيب لما نبتدي نقول بقى سنجل انستراكشن مالتيبل داتا دي ممكن زي ما بنتكلم على فيكتور بروسيسورز وبتستخدم فيه كتير جدا في جرافيكس، هو ده اللي بيتم، وكذلك في التعامل مع الصوت السبيتش في حاجات كتير بتشتغل على فيكتور بروسيسورز. غير ذلك لو احنا بنقول انا جايب عدد من الانستراكشنز من برنامج هشغلهم على عدد من البايبلاينز، كل انستراكشن ليها الداتا بتاعتها، يبقى انا عندي في الحاله دي مالتيبل انستراكشنز ومالتيبل داتا، ودي البايبلاين الاولى فيها داتا، البايبلاين الثانيه فيها داتا مختلفه، والبايبلاين الثالثه فيها داتا ثالثه ورابعه على حسب عدد البايبلاينز اللي عندي وعلى حسب عدد الانستراكشنز اللي عندي. كده انا عندي مالتيبل سكيلر كوانتيتيز كل واحده منهم داخله في بايبلاين وعليهم انستراكشنز مختلفه. طب نسمي المالتيبل سكيلر كوانتيتيز اللي ما لهمش علاقه ببعض دول نسميهم ايه؟ احنا كنا بنسمي لما يكون عندي مالتيبل سكيلر كوانتيتيز ليهم علاقه ببعض كنا بنسميهم فيكتور. فلما يبقى عندنا مالتيبل سكيلر كوانتيتيز ما لهمش علاقه ببعض، زملاء حضراتكم في المهنه سموهم سوبر سكيلر، فده سبب التسميه دي ان هو ما هياش وان سكيلر كوانتيتي وما هماش فيكتور، هما شويه سكيلرز كل واحد فيهم داخلين على بايب لاين بيعملوا عليهم انستراكشن وبيشتغلوا مع بعض. عندك سؤال؟ كده لما كنا بنحاول نعمل بايب لاين واحد قلنا مشكلتها في الانستراكشن ان انا مش هينفع اعدي حاجه
لما ممكن تكون تعتمد عليها الحوار بتاع دي دي مهم. زي دلوقتي في كل سيرفر بنقول احنا هنعمل كاس باور لاين هندي انستراكشن لكل باور لاين وخلاص الموضوع هيعدي عادي التفكير برضه نفس المشاكل بالظبط. وانا قلت ان احنا النهارده هنبص على المشاكل وهنقعد نحل فيها، فاحنا لسه ايه يا هادي في السلايد اللي في البدايه اللي احنا فيها دي ولم ننتهي بعد، احنا لسه في السلايد 4 ويا دوبك بشرح الكلمات معناها ايه عشان لما نستخدم الكلمات بعد شويه تبقى ما عندناش مشاكل. اتفضل. نعم. البيكسلز اللي في الايمج لو انت هتعمل عليها كلها عمليه واحده كده ممكن تعتبرها فيكتور وبعمل عليه سنجل انستراكشن لمالتيبل داتا. لو لاي سبب من الاسباب بقى انت مستخدم كل بيكسل وبتعمل عليه عمليه مختلفه خلاص يعني مش مشكله. بس هو يعني المسميات او الاسماء المختلفه اللي اطلقت دي عشان مجرد الواحد يقعد يفكر ويصنف انا بعمل ايه. بعمل مالتيبل انستراكشنز على مالتيبل داتا ولا بعمل سنجل انستراكشن على مالتيبل داتا ولا بعمل سنجل انستراكشن على سنجل داتا. فدي مجرد اسماء وتصنيفات عشان تقعد تفكر بيها ايه اللي بيتم. اتفضل. السوبر سكيلر كما اقول هو اطلق على فكره لما يكون عندي مالتيبل بايب لاينز في البروسيسور وكل بايب لاين هتدخل فيها انستراكشن مختلفه عن البايب لاين الاخرى بتشتغل على داتا مختلفه عن الداتا الاخرى. فعندئذ كانوا محتاجين له اسم نسمي الحاجه دي ايه؟ فسموها سوبر سكيلر لانها مش سكيلر مش 1 سكيلر كونتيتي وما هوش فيكتور برضه. فسموها كده. انت معترض على التسميه دي؟ مش مشكله سميها اللي انت عاوزه. بس في النهايه عندنا حاجه فيها كذا خط انتاج جنب بعض فيها بايب لاينز جنب بعض وبندخل عليها داتا وبنشتغل عليها بانستراكشنز. الاحتمال بقى اللي عندنا هل ندخلهم ان اوردر عشان زميلنا يبقى يعني مرتاح نفسيا شويه الانستراكشنز اللي جايه لي في البرنامج بالترتيب اللي هم جايين فيه بدخلهم بالترتيب على البايب لاينز على التوازي ما زال هيبقى عندك مشكله. طب هل هم ينفع يشتغلوا على التوازي ولا واحده منهم معتمده على الثانيه؟ بس على الاقل دخلتهم بالترتيب. الثاني ده ابتدى يقول لك لا كمان عيد ترتيبهم هدخلهم مش لازم بالترتيب اللي هم كانوا جايين بيه. هل الكلام ده جديد؟ لا زملاء حضراتكم في المهنه اشتغلوا في الكلام ده من ايام مثلا سن بروسيسورز والبنتيوم 4 فاحنا بنتكلم على حاجات من تسعينيات القرن العشرين. يعني قبل ما كثير من حضراتكم او متهيألي قبل ما كلكم كده تتولدوا. وبالتالي لا مش جديد. اتعمل من زمان ولكن محتاجين نفهموه لان انتم اتولدتوا في وقت ما فتفهموه بقى دلوقتي يعني حان الوقت يعني. طيب الري اوردرنج ده اعاده الترتيب هل الكومبايلر ساعه ما هو بيبص على البرنامج وبيترجمه يعيد ترتيبه ويعمل حاجه اكثر موائمه للهاردوير ولا الهاردوير لما يستقبل الانستراكشنز هو اللي يعيد الترتيب؟ لو الهاردوير هو اللي استقبلها وعاد الترتيب هنسميها دايناميك بتتم ات ران تايم ممكن تغير الدنيا وانت شغال في الران تايم. لو الكومبايلر هو اللي عملها هنسميها ستاتيك ثابته بتتعمل بالسوفت وير ات كومبايليشن تايم. فده احتمال وده احتمال. هل الاحتمالين دول اكسكلوسيف؟ لو عملت ده ما ينفعش اعمل ده ولو عملت ده ما ينفعش اعمل ده؟ لا. بس كبدايه شرح هنبتدي نتكلم على الاحتمال ده لوحده وعلى ده لوحده وبعدين على اخر المحاضره النهارده ندخلهم في بعض. فبالتالي كده على الاقل قلنا الكلمات اللي عندنا ايه هي عشان نبتدي نتعامل معاها. ملهاش علاقه ببعض بمعنى ان هو مش عليها نفس الانستراكشن انما قد يحدث ان هو يكون مثلا واحدة من الانستراكشنز دي بتتعامل على نتيجة انستراكشن سابقة. فده اللي يسبب لنا المشاكل اللي هو زميلك بيسأل عليها. لما عاوزين نعمل فيتش هفترض مبدئيا كده عشان بس نسهل الكلام على نفسنا
ان عندنا مثلا 4 pipelines، فبالتالي الاربع خطوط اللي عندنا دول محتاجين لهم 4 رجاله جدعان كده واقفين عند البير بيجيبوا كل واحد فيهم دلو على التوازي. لان لو ما كانش عندي فاتش يونت تقدر انها تجيب لي 4 انستراكشنز على التوازي يملوا الاربعه بايبلاين، كان هتبقى الفاتش يونت هي عنق الزجاجه بتاعتي اللي معطله. فبالتالي انا محتاج ان الفاتش يونت تبقى عريضه بما يكفي، وايد فاتش، تقدر تجيب لي عدد الانستراكشنز اللازم لتغذيه كل هذه البايبلاينز ان بارل. طب احنا اصلا بنتكلم ان احنا مش جايبين حاجه من الريل ميموري، احنا جايبينها من الكاش. الكاش هي ايه؟ الاربع محاضرات القادمه هنقعد نتكلم عن الميموريز براحتنا باذن الله ونشوف. بس عندنا حاجه اسمها انستراكشن كاش، مكان مخزن للانستراكشنز، في مقابل ان احنا اتفقنا هيبقى عندنا حاجه اسمها داتا كاش علشان الفيتش ستيج والميموري ستيج ما يكونوش بيدخلوا على نفس الميموري يعملوا اي مشاكل مع بعض. فالانستراكشن كاش دي مكان فيه الانستراكشنز وبنجيب منه انستراكشنز، وعاوزين اروح اجيب منه في المثال اللي احنا بنتكلم عليه النهارده 4 انستراكشنز ان بارل اجيبهم سوا. كلام جميل. طيب لو الانستراكشنز دول كانوا سيكوينشال، لو فرضنا ان انا عاوز اروح اجيب انستراكشن رقم مثلا 4 5 6 و7 4 ورا بعض، اروح اجيبهم من الميموري واجي للبروسيسور. السؤال بقى، طب انا عشان اجيبهم من الميموري يبقى انا الميموري نفسها المفروض تكون عريضه عشان اعرف اجيب 4 منها، لان لو الميموري دي ضيقه هتبقى هي عنق الزجاجه. طب الميموري عملتها عريضه هي كمان الحمد لله، وتسع ان انا اروح اطلب منها حاجه فتروح جايبه لي 4 انستراكشنز مع بعض. لو كل انستراكشن فرضا في المثال اللي احنا بنتكلم فيه مثلا 32 بيتس، يبقى انا هجيب من الميموري دي في نفس اللحظه 128 بت. طيب رحت لها بادرس، انا عاوز من اول انستراكشن 4 وخمسه وسته وسبعه، اول اربعه لحد سبعه. الميموري راح مسلمها لي كده وقالت لي اتفضل استلم. شكرا وكملت حياتي. طيب ده معناه ان الميموري نفسها متنظمه بحيث ان السطر بتاعها المدخل اللي فيها المكان اللي فيها يسع 128 بت. وبجيبهم بباص للبروسيسور. وبفرض بقى واحد قال لي وانا مخزن فعلا انستراكشن 4 5 6 7 جنب بعض في الميموري وهاخدهم منها. واحد قال لي بقى طيب انا عاوز انستراكشن 6 و7 و8 و9. ليه؟ لان البرنامج كان فيه حاجات اشتغلت وبعدين حد قال لي برانش ارجع جامب باك مثلا لانستراكشن 6. فدلوقتي انا عاوز اروح اجيب 4 انستراكشنز بدايه من 6 او 6 7 8 9. الفاتش يونت كده بتتعامل عادي، والله انا عاوز 4 انستراكشنز اهو وعاوزهم هم ورا بعض وكل حاجه وعاوزهم بدايه من 6، هات لي 6 7 8 9. الميموري بقى مشكلتها ايه؟ انا كميموري مخزن 4 و5 و6 و7، هم دول اللي مخزنهم جنب بعض في مكان واحد في وان انتري كده واقدر اجيبهم لك. انت بتقول لي هات لي 6 7 ده في سطر و8 9 ده في سطر تاني. انا اتصرف ازاي بقى؟ انا كميموري اعمل ايه؟ فده السؤال اللي بنطرحه هنا. Do they fall on the same line in the cache؟ هل لما انت عاوز 4 instructions الاربع instructions دول في نفس السطر؟ انت بتقول لي ان هم متتاليين، حلو الحمد لله حلت لي او يعني بدأنا بحاجة بسيطة. لو كانوا في نفس السطر سهلة، لو كانوش في نفس السطر هتصرف ازاي؟ هل الميموري هتعمل فيها لوجيك زيادة او حاجات زيادة تسمح بان انت تجيب اجزاء من السطر مع اجزاء من سطر تاني؟ طب ما هو لاحظ بقى ان بعد كده لو هيكمل شغل دلوقتي قال لي هات 6 7 8 9، كلوك سايكل الجايه هيقول لي ايه؟ هات بقى 10 11 اللي هم نص سطر مع نص السطر اللي بعده، هتفضل العمليه ماشيه كده. ولا انا كميموري اروح باعت له 4 5 6 7 وانت يا عم خد اللي انت عاوزه، خد 6 و7 وارمي 4 و5 وبعد كده هنكمل سليم مع بعض.
يعني اما تطلب بعد كده هقدر ابعت لك الحاجات سليمه. فبالشكل ده لو انا كميموري عملت كده يبقى في اول كلوك سايكل في اهدار لاثنين بايبلاينز هيبقى يعني مش بيشتغل بيهم، والاثنين بايبلاينز التانيين شغالين كويس. ثم بعد كده في كل كلوك سايكل انا كميموري وهو كفتش يونت الدنيا مظبوطه معانا بقى. فده يعتمد حضرتك اللي بتصمم الفتش يونت وحضرتك اللي بتصمم الميموري يونت هتتفقوا عليه. بس دي مشكله اهي، اول المشاكل اللي فين نبص عليها. طيب ادي حاجه. المشكله الثانيه، طب احنا كنا مفترضين اصلا ان هم لو كانوا سيكوينشال، افرض بقى ان هم مش سيكوينشال. ليه مش سيكوينشال؟ والله انا كنت ماشي في البرنامج في امان الله وخبطت كده في فانكشن كول، واحد بيقول لي نط لحته ثانيه. مش احنا الاسبوع اللي فات قعدنا نتكلم على البرانشنج واكتشفنا ان ممكن يكون في البرانش وبريدكشن والشغل اللطيف اللي كنا بنقوله ده، وبيقول ان هو هيقفز لمكان اخر. يبقى مش كل البرامج، مش كل الوقت بتاع البرنامج انا ماشي سيكوينشال ورا بعض، ده في حتت كتير بقفز فيها. طيب لو هم مش سيكوينشال، هل في هذه الحاله الفتش يروح يقول طب يا عم هات لي 6 7 وبعديها روح هات لي 17 18 مثلا؟ معنى كده هل الميموري بقى تروح تجيب له لاين اللي فيه 6 و7 وفي كلوك سايكل اللي بعديها تروح تجيب له اللاين اللي فيه 17 18؟ ده اضاعه وقت. السؤال الثاني هو الفتش يونت هي اللي هتعرف ان انا عاوز 6 7 وين 17 18، ولا بعد ما انستراكشن نمره 7 اللي هي الجامب دي تدخل يحصل لها ديكود ونكتشف الكونديشن بتاعتها والتارجت ادرس ونشوف هي تيكن ولا نوت تيكن وبعدين نقرر هات لي بقى 17 18؟ لو حصل كده يبقى انا الدنيا دخلت في الاربعه بايبلاينز ومشيوا للديكود ستيج بتاع الاربعه بايبلاينز وبعدين اكتشفت حاجه، وساعتها اللي في الاربعه بايبلاينز ده كله ارمي يا عم واروح اجيب من الناحيه الثانيه. المره اللي فاتت كنتوا حزانه وعندكم شعور بالاسى ان انتم بترموا اللي في بايبلاين واحده، دلوقتي ممكن يكون عندك اربعه وترمي اللي فيهم. فطبعا المشكله هنا اكبر، لان احنا لو ما تعرفناش على التارجت ادرس و يعني الكونديشن وكلام من ده مش هنلحق نعمل فيتش خلال الوان كلوك سايكل. طيب المشاكل اللطيفه دي بقى نعمل فيها ايه؟ المأساة اللي عندنا هو طبعا لو في تيكن برانش هيبقى فيري لو يوتيلايزيشن للبايبلاينز اللي احنا عاملينها، كثير من البايبلاينز هنضطر نرمي اللي فيهم، فدي المشكله. زملاء حضراتكم فكروا في حاجه اسمها تريس كاش. قالوا طيب انا مش بس هعمل لك البرانش هيستوري تيبل والبرانش تارجت بفر والحاجات اللطيفه اللي احنا عملناها المره اللي فاتت دي، انا كمان هقول الاتي. طب انا مريت في البرنامج اول مره واتلخبطت ووقعت والحاجات في البايب لاين رميت منها كتير وكلام من ده، بس هتعلم بقى الدرس. انا عرفت ان توقعي للبرانش دي مثلا انها هتبقى نفترض تيكن او نوت تيكن، فعندي توقع واضح البرانش دي المفروض اعمل معاها ايه. فانا عارف مثلا ان المره القادمه انا متوقع امشي انستراكشن 6 ثم 7 ثم 17 ثم 18. طب ما احطهم بالترتيب ده في الميموري، هعمل ميموري مخصوص اخرى اسمها تريس كاش تقول لي التريس اللي انا همشي عليه، الاثر اللي انا همشي عليه اعمل ايه. كلمه تريس معناها اثر باللغه العربيه. فبالتالي انا لما المره الاولانيه مريت في الحته دي من البرنامج وحصل مع حدث من ان انا رميت حاجات من البايب لاين وضيعت وقت وكلام من ده، المره الجايه مش عاوز اعمل كده. فالتريس كاش دي هيبقى ان اديشن تو ذا ريجولر كاش، في عندنا كاش اخرى ممكن ان احنا نبقى مسجلين فيها اللي انا متوقع انه هيتم فعله، واعمل فاتشنج من التريس كاش دي. فهيبقى
filters cache الترتيب هو instruction 6 ثم 7 ثم 17 ثم 18 مع بعض في نفس اللاين، يعني بالفتشنج بتاعهم سهل، وهجيبهم بهذا الشكل ونشتغل فيهم بهذا الشكل. ما زال instruction 7 اللي هي مسمينها 7 دي اللي هي تعتبر branch لازم اكملها واشوف الكونديشن بتاعتها والتارجت ومن هذا. والله طلعت زي توقعي، يبقى انا جبت حاجات من التريس كاش ان وان لاين مظبوطين والدنيا زي الفل والبايب لاينز شغال. طلعت غلطان، عندئذ اصلح غلطي بقى، ارمي البايب لاين واروح اجيب من الكاش الحقيقيه 6 7 8 9 وامشي بيها. فاحنا كده حاضر، فاحنا كده فكره التريس كاش دي يسرت شويه موضوع ان هم على نفس اللاين ولا لا، وهل انا هيحصل فيه برانشنج ولا لا. الفكره دي موجوده من امتى؟ من ايام البنتيوم 4 في منتصف تسعينات القرن العشرين. كان عندك سؤال؟ كل حاجه على حسب الثري العربي اللي ممكن يصرف عليك هيدي لك قد ايه. لما انت يجي لك فكره وعاوز تقيمها، هتقيمها بتقول والله انا هكسب منها قد ايه وهصرف عليها قد ايه. هصرف عليها في وقت الديزاين، الفيريفيكيشن بتاعها، التصنيع بتاعها، لان في دوائر زياده دلوقتي هتكلف فلوس اكتر، فالتشيب دي هتكلفني اكتر وبالتالي هبيعها بسعر اعلى. يا ترى الماركت يتحمل السعر الاعلى ده ولا لا؟ المنافسين هيكونوا عاملين اسعارهم عامله ازاي؟ ثم السيركتس الزياده دي بتستهلك طاقه، يا ترى اللي بيشتري مني مستعد انه يدفع الطاقه دي عشان يحصل على الميزه النسبيه اللي انا مديها له دي ولا لا؟ والله لو في عندك زبون مستعد يدفع ثمن الديزاين والفيريفيكيشن والتصنيع والتشغيل دول عشان يحصل على الميزه دي، خير. ليس لديك هذا الزبون، يبقى الفكره جميله، خليها على الرف مش على النفس. لا، الكاش الاصليه كده كده المفروض تكون موجوده، علشان لو حصل ان البرانش طلعت توقعاتك غلط تروح تجيب منها، فانت يعني مش هتصغر، مش هتاكل منها، يعني هي دي لازم موجوده. طيب فكره لطيفه، ايه تاني عندنا كمشاكل بقى؟ عدينا من الفتش الحمد لله وداخلين على الديكود اهو كويس. عاوزين نبتدي نعمل ديكودنج لأربعة instructions لو بنتكلم على أربعة pipelines، أو ثمانية لو بنتكلم على ثمانية pipelines، أيا كان عدد pipelines اللي عندنا، عايزين نعمل لهم decoding مع بعض. الحمد لله جبناهم من الميموري. عايزين نعمل decoding، إيه الصعوبة بقى؟ طيب في شوية حاجات كده لازم نفكر فيها. لما كان عندي instruction واحدة وكنا بنقول مثلا add R3 إلى R5، حط النتيجة في R7. يبقى انا في خلال الكلوك سايكل اللي اسمها ديكود محتاج اقرا له قيمه اللي في ار 3 قيمه اللي في ار 5 اجهزهم عشان الاكزكيوشن يونت تاخده. وكان في اكيد انستراكشن سابقه عليا من شويه شغاله بتخلص ونتيجتها جاهزه دلوقتي عاوز اكتبها في ريجستر فايل. فلو بنتكلم على مجموعه الريجسترز اللي احنا هنقرا منها ونكتب فيها في كلوك سايكل واحده، انا محتاج من مجموعه هذه الريجسترز اقرا 2 ريجسترز واكتب واحد in the same clock cycle. فمعنى كده ان انا عندي على الاقل 3 ادريسز رايحين لهذه المجموعه من الريجسترز. انا عاوز الريجستر الفلاني والفلاني اقراه والريجستر العلاني اكتبه. 3 ادريسز رايحين، 3 كنترول سيجنالز بتاعت ريد ورايت رايحين، وثلاثه باسز بتاعت ديتا هينتقل عليها. الباسز دي هينتقل عليها اما اللي انا عاوز اكتبه او اللي انا عاوز اقراه. فده كميه باسز وكنترول في الريجسترز دي كبيره شويه. 2 ريد بورتس و1 رايت بورت. كلام جميل، ده عشان انستراكشن واحده. طب لو انا عندي n من البايب لاينز، يبقى انا عندي 2n read و n write.
فلو بقى عندي 4 8 ايا كان، الباصز عماله بتكتر والكنترول لوجيك اللي في داخل هذه الريجسترز يكبر. خدوا بالكم ان الكنترول لوجيك ده مش بس بيسيلكت مكان كده وبيكتب. طب افرض ان انت زي ما شفناها قبل كده في المرات السابقه، كان عندي هكتب في ريجستر وعاوز اقراه، فلازم مواضيع الباي باس والكلام اللي شفناه ده يتم برضه يعني. فكل ما انت عمال بتزود بايبلاينز، بتزود في اسلاك، بتزود في كنترول، بتزود في مالتيبلكسرز، بتعقد شويه في اللوجيك اللي بيتعامل مع السيلكت لاينز دي كلها، الدنيا بتكبر معاك. اتفضل يا فندم. كلام جميل. القراءة مش هتسبب لك مشاكل كتيرة، لان القراءة زي ما اتفقنا مش بتغير القيمة اللي في الريجستر. انت لو بتتكلم ان انا عندي، هفترض جدلا ان في فليب فلوب اهو، وعاوز اقرا منه على الباص الاولاني، عاوز اقرا منه على الباص الثاني. لو الباصز دي واصلة بتراي ستيتس للفليب فلوب ده، هتنيبل تراي ستيت للباص الاولاني، تنيبل تراي ستيت للباص الثاني. والمهم بس ان الفان اوت بتاع الفليب فلوب بتاعك ده يبقى قادر يغذي الاثنين وما يحصلوش دروبينج في الفولتج بتاعه ولا في الكرنت ليفلز ولا كلام. ومحتاج يغذي ان لو انت لسبب ما عاوز تقراه على الان. الكتابه هي اللي بتغير. ولو حصل بقى ان انت زي ما بقول كده في نفس كلوك سايكل عاوز تكتب في مكان وبرضه هتقرا منه لاحدى الانستراكشنز، يبقى لازم تطلع نتيجه جديده مش القديمه. طيب فاحنا عندنا كده 2n read ports وعندنا n write ports. ولو حضرتك كنت محمل، خلينا نفتكر بقى ان احنا برضو electrical engineers يعني، فانا كل ما يبقى عندي flip flop واحد مغذي عدد من الباصز بتراي ستيتس وكلام من ده، فما ده لود عليه. حتى لو تراي ستيتس دول مقفولين، على الاقل في الكاباسيتيف لود بتاعهم على الفليب فلوب، فبالتالي الريسبونس تايم بتاعه عشان اطلع منه حاجه على وان باص، حتى هو شايف اللود بتاع الكاباسيتنس بتاع كل الباصز الثانيه دي، تراي ستيتس في الباص الثاني، فبالتالي ده ممكن يخليه يبقى سلور. اللهم الا اذا كان زميلك اللي بيعمل الديزاين بتاع الريجستر فايل ده هيحاول بقى يحسن الدنيا بصوره ما. فافتكروا ان احنا مش بنتكلم بس كده على كلام في الفراغ وشويه بلوكس مترسم، لا دي في الاخر سيركتس، ريزيستنسز، كاباسيتنسز، ترانزستورز، كارنتس، فولتجز، لازم حد هيصممها. حد ده مين؟ زميلك اللي قاعد جنبك، انا، انت كده يعني. مش انا اعمل له اي حاجه وهو بقى يحل. هو مين اللي هيحل؟ ما هو انا برضه اللي هحل. انا عندك سؤال. هو كان نفس السؤال بس يعني طيب سؤالك يتعلق بالسلايد دي. زميلنا بيتكلم، طب انا لو بقى عندي اتنين instructions عايزين يكتبوا، مش يقروا بقى، اتنين instructions عايزين يكتبوا في نفس المكان، اعمل ايه؟ احنا كده ابتدينا نتكلم على، طب لو حصل conflict في الحياة اللي هي فعلا تعمل مشاكل الرايتنج. او السلايد دي كان بيتكلم برضه على conflict التاني، اللي هو لو اعتبرنا انا عندي instruction اولى اسمها load، instruction بعدها بتعتمد على اللي هيجي فيها، فهنا اللود ده هيجيب حاجه في ار 5، الانستركشن الثانيه هتقرا ار 5. فدي اعتماديه، واللي انت بتقول عليه رايت افتر رايت ده اعتماديه. طيب في الحالتين احنا عايزين نديتكت ان في احتياج اعتماد ما بين التو انستركشنز، ونبتدي على اساس نوع الاعتماد ده نحله. سواء هنحل بقى الرايت افتر رايت، وهنيجي بعد كام سلايد كده نحل الرايت افتر رايت، او عاوزين هنا نحل الستول دي، نعمل ستول للانستركشن الثانيه عشان هي بتعتمد على الاولانيه. بس الاول هاو تو ديتكت ان الثانيه بتعتمد على الاولى. احنا كنا تعلمنا من كام محاضره كده ان احنا عشان ديتكت ده هشوف السورس
بتاع الانستراكشن الثانيه اللي هو موجود حاليا مثلا في الستيج بتاعت الديكود. هبص على السورس الاولاني بتاع الانستراكشن اللي في مرحله الديكود، هل بيساوي الديستنيشن بتاع الانستراكشن اللي في مرحله الاكزكيوت. فلو السورس الاول بتاع السبتراك بيساوي الديستنيشن بتاعت اللود، وكانت الاوبريشن الاولى هي لود، يبقى انا محتاج اعمل ستوب. لو كانت السورس الاولاني بتاع الانستراكشن اللي في الديكود بيساوي الديستنيشن بتاعت اللي في الاكزكيوت بس هي انستراكشن عاديه اد مثلا او حاجه زي كده، يبقى ممكن اعمل باي باس، اطلع الحاجه اللي في الاكزكيوت دي ادخلها مباشره للانستراكشن التاليه لها عبر المالتيبلكسرز اللي كنا عملناها. فبالتالي لو انا هعمل اللي هيديتكت انها ستول، ان انا عندي السورس الاولاني بيساوي الديستنيشن والاوبريشن لود، او طبعا ان السورس الثاني بتاع الانستراكشن اللي في الديكود يساوي الديستنيشن بتاعت اللي في الاكزكيوت اند الاوبريشن اللي في الاكزكيوت هي اللود. فانا عندي يا اما السورس الثاني والكلام ده اور ان السورس الاولاني والكلام ده، فانا عندي ده او ده. لو حصل السطر بتاع اللوجيك ده اللي هو كومباراتور كومباراتور اند جيت كومباراتور كومباراتور اند جيت وبعديهم اور، ده شويه لوجيك جيتس كده يعملوا لي سيجنال، السيجنال دي تقول لي ستول او لا مش هنعمل ستول. طيب الكلام ده لطيف جدا لو انا عندي 1 بايبلاين. تعالوا بقى نتكلم ان احنا عندنا N pipelines، الاربعة pipelines اللي احنا بنقول عليهم دول، او الستة او العشرة او الثمانية او ايا كان العدد. هنبتدي نقول الاتي. طيب انا ممكن جدا يكون عندي ان ال pipeline الاولانية فيها instruction اسمها load مثلا، وال pipeline الثانية فيها instruction معتمدة على load. فلازم اقارن الحاجات في البايبلاين الثانيه بالبايبلاين الاولانيه، او ممكن تكون اللي في البايبلاين الاولانيه بعديه هي اللي معتمد عليا، فانا لازم اقارن في البايبلاين الاولانيه معايا، او في البايبلاين الثانيه معايا، او اللي في الثالثه معايا، او اللي في الرابعه معايا. فانا لازم اقارن اللي عندي في الاكزكيوت ستيج هنا الديستنيشن بتاعته ايه مقارنة بالسورسز اللي موجودة في نفس البايبلاين معايا، وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، مع الان كلهم اقارن الديستنيشن بتاعت الاكزكيوتيف في البايبلاين الاول. وكذلك بالنسبة للبايبلاين الثانية، فانا لازم بالنسبة للبايبلاين الثانية لو هي اللي حصل ان فيها اللود، يبقى لازم اقارن الديستنيشن بتاعتها مع السورسز اللي في الان بايبلاينز، وكذلك للثالثه وللرابعه وللان كان هم. فكل واحده من الان لازم اقارنها مع الان، يبقى انا عندي ان في ان بان سكوير. الحاله اللي كان عندنا هنا لو بقى عندي بقارن سورس الاولاني، المثال اللي انا كاتبه هنا لو عندي اثنين بايبلاينز بس، سورس الاولاني بتاع الحاجه اللي في الديكودر بتاع البايبلاين 1 مع الديستنيشن بتاعه الاكزكيوت البايبلاين 1، او نفس الحاجه الديكودر في البايبلاين 1 السورس الثاني تحت مع الاكزكيوت بتاع البايبلاين 1 برضه، او ناخدهم السورس نفسه بتاع الديكودر 1 ده بايبلاين 1 بس الاكزكيوت بتاع البايبلاين 2 والسورس الثاني بتاع اللي في البايبلاين 1 مع الاكزكيوت البايبلاين واعكسهم للبايبلاين الاخرى. فاذا هنكتشف كده ان انا عندي n سكوير growth in circuits والستالز والبايباسز والمالتيبلكسرز والباسز والحاجات اللطيفه اللي كنا بنعملها. وبالتالي حضرتك دلوقتي عشان تعمل الديكود هتحط ايدك على خدك كده وتبتدي تفكر، العمليه كبرت والثري العربي ده لازم يكون جيبه كبير قوي عشان يصرف على الكلام ده كله، بس بيصرفه الحمد لله. طيب
ايه تاني؟ الاكزيكيوشن. بصينا على الفيتش، بصينا على الديكود، وداخلين على اللي بعده. ها، هل بقى برضو اعمل ان اكزيكيوت يونت؟ حيث الاكزيكيوشن يونتس دي كنا شفنا في المحاضره الثانيه ان ممكن يكون عندي انتجر ALU وفلوتنج بوينت ادر وفلوتنج بوينت ملتيبلاير وفلوتنج بوينت ديفيجن. وفي ناس والعياذ بالله اسمهم مهندسين بيعملوا فانكشنز عجيبه اسمها ساين وكوساين وتان وتنش وكوشاين واكسبوننشال وباور، كميه فانكشنز بسم الله ما شاء الله. احط كل الهاردوير ده ان تايمز، ايه رايك؟ ممكن تبتدي تفكر في افكار كتيره، بس انتوا كلكم كده قلبكم عمال بيدق بيقول والله انا لو عملت دول كلهم وحطيت منهم ان يبقى الدايره بسم الله ما شاء الله بقت قد كده، وبتطلع كميه طاقه، يعني بتستهلك كميه طاقه وبتطلع كميه حراره رهيبه. وفي الغالب كم واحد منكم كتب برامج مليانه ساين وكوساين وباور واكسبوننشال والكلام ده، بحيث ان هم وفي اوامر قليلا ما تتكرر، زي ما تقول لي مثلا عاوز اعمل الكوساين، تكرارها قليل. تسعينيات القرن العشرين الناس تفكر، يعني في دي امثله بروسيسورز حقيقيه في التسعينات. ده من اي بي ام قالوا هنعمل 1 يونت بتتكلم على حاجات الانستراكشنز بتاعت الميموري والاي ال يو والميموري والبرانش، و1 يونت اخرى للفلوتنج بوينت. فكانهم عملوا 2 بايبلاينز او 2 يونتس انتر. البنتيوم 2 بتاع انتل قالوا هنعمل يونت تبقى فيها بايبلاين، يعني خاصه فيها اي ال يو وفلوتنج بوينت، فدي 1 بايبلاين. بايبلاين ثانيه ما فيهاش فلوتنج بوينت، فيها انتجر اي ال يو بس. وبايبلاين ثالثه بتعالج بقى الانستراكشنز بتاعت اللود والستور والبرانشز. الالفا من دك قالوا هنعمل واحده فيها 1 بايبلاين فيها ALU وفلوتنج بوينت وبرانش، واثنين بايبلاينز ثانيين كل واحده منهم فيها انتجر ALU، وواحده بايبلاين بتعامل الحاجات بتاعت اللود والستور. فابتدوا يتكلموا زي ما زميلنا هنا كان بيقول، والله على حسب نوع الانستراكشن هدخلها على خط انتاج خاص بيها. انا عندي مصنع بيعمل موتوسيكلات وبيعمل سيارات، في خط انتاج للسيارات وفي خط انتاج للموتوسيكلات، وفي خط انتاج للسيارات الفارهه وفي خط انتاج للسيارات بنت الحلال كده اللي سعرها مهاود يعني. فممكن ابتدي افرق ما بينهم شويه، لان انا كم الانتاج اللي انا محتاجه من السيارات الفارهه اقل شويه من اللي انا محتاجه من السيارات الشعبيه. اتفضل. احنا دلوقتي بنشتغل على كل واحد. اه. انا السنه اللي فاتت كان كل واحد ده لما خدنا الميكس ان هو الاي ال يو واحد، هو ده كده ده كله. لكن المحاضره اللي قلنا فيها الديفيجن والفلوتنج بوينت والحاجات دي، فقلت لا ممكن يبقى كذا اكسكيوشن بوينت اكسكيوشن يونت كتير. فايه الحدود اللي بتخليني اقول ان ده كور واحد؟ ان انا ممكن احط يعني كذا اي دي كتير قوي، ليه بقول ان ده كور واحد ولا انا لو استعملت اثنين كور مع بعض انا كده ما هو كده في كذا باي لاين وكذا كنترول يونت وكذا اي دي، الفرق بين دول كور واحد وكذا كور بيشتغلوا مع بعض. طيب لما بتتكلم على كور انت بتتكلم على ان عندك فيتشنج وديكودنج، والديكودر ده بيبص على كل الانستراكشنز اللي داخله في هذا الكور والعلاقات ما بينهم عشان يوزعها على البايبلاينز اللي فيه وعلى الاكسكيوشن يونتس اللي فيه. فما زال عندك سنجل بوينت اوف كنترول اللي هو الديكودنج، ده هو اللي بيبص على الاعتماديه بتاعت الحاجات دي مع بعضها، وهل في حاجه ما بينهم واحد معتمد على الثاني واقدر ال n سكوير اللي احنا شفناه وكلام ده. لما بنتكلم على مالتيبل كورز، لا، اللي بيعمل الحاجات دي بقى اللي بيقسم الشغل ما بينهم ليس الهاردوير ولكن اوبريتنج سيستم. منزل حته سوفت وير تشتغل على الكور ده، فمجموعه الاوامر المتتاليه دي انت يا كور فلاني مسؤول عنها. مجموعه الاوامر الثانيه دي الكور العلاني ده مسؤول عنها. في داخل الكور الديكودرز بتاعته عماله بتشيك بقى في ديبندنس ولا مفيش وكلام من ده بتشتغل. طيب الاوبريتنج سيستم
امال البروسيسور الفلاني او الكور الفلاني يشتغل في ده والبروسيسور العلاني يشتغل في ده. دول قد يكونوا فعلا برنامجين مختلفين خالص، ده بي دي اف فيور وده ويب براوزر، مالهمش علاقه ببعض. وممكن يكونوا برامج بتكلم بعض، برامج ممكن تكون برامج مختلفه بتكلم بعض. كمثال انا عندي وورد بروسيسور وعندي درايفر للبرينتر، ده برنامج وده برنامج، بس وارد ان الوورد بروسيسور يبعت فايل للبرينتر درايفر يقول له اطبعه، دول بيكلموا بعض، دول برنامجين مختلفين بس بيكلموا بعض. وارد لو انا عندي برنامج كبير قوي بيشتغل على حاجات كتير ان الاوبرينج سيستم يبتدي يقسمه لحتت ويوزعه، انت اشتغل في الحته دي، انت بروسيسور اشتغل في الحته دي على الكلام ده، وانت بروسيسور اشتغل في الحته دي على الكلام ده، ولما تطلع نتيجتك قول لي، ولما تطلع نتيجتك قول لي، وهبتدي ادي نتائج لبعض وخليهم يبقى في كلام مع بعض. كل ما بتبتدي تبص على حاجات اعقد كل ما الدنيا ايه بتبقى غيام اكثر كده. اصبر على نفسك، خد العمليه ايه بالراحه. بس الكود الفكره ان هي توقع عندها الانستركشن، ان الديكودر بيبص على كل الانستركشنز اللي داخله، بيبص الاعتماديات منها. طيب لا، احنا هنا مالتيبل بايب لاينز في داخل نفس الكور. كلمه كور يعني بروسيسور، اعتبرها كده. او بس يعني كتسويق الان ممكن يقول لك ان البتاعه دي هي بروسيسور في 8 كورز مثلا، بس يعني من وجهه نظر الكلام اللي احنا بنتكلم فيه هو كور هو بروسيسور، في داخله قد يكون في عدد من البايب لاينز، كل بايب لاين ايه نوع بقى الاكزكيوشن يونتس اللي فيها ممكن تكون حاجات مختلفه. طيب خلينا، طيب عملنا execution units مختلفة، هنعمل بيهم ايه؟ احنا كنا تكلمنا ان انا عندي برضو bypass buses اللي بتبقى من النتيجة بتاعت execution الى input بتاعها. طب انا عندي n pipelines، ممكن ان عندي instruction في pipeline نمرة واحد عاوزة نتيجة من pipeline اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة من اي واحده من الان. وكذلك ممكن تكون في البايب لاين 2 محتاج من اي واحده من الان، فانا يبقى عندي مفروض ان سكوير باي باس باسز للسورس الاولاني في البايب لاين الاولى، وان سكوير اخرين للسورس الثاني في البايب لاين الاولى، والان سكوير دول اللي هما من نهايه الاكزكيوت الى الانبوت بتاع هدخله الاكزكيوشن يونت السورس الاول او الثاني. بس احنا كنا شفنا في البايب لاين برضه ان انا ممكن اكون محتاج من نهايه الميموري ستيج مش بس من نهايه الاكزكيوت ستيج، يبقى انا برضه هيبقى عندي ان سكوير اخرين من الميموري الى السورس بتاعه. طبعا العمليه كده عماله بتعقد، فالناس ابتدت تفكر كده وتهرش في دماغها وتقول زي حضراتكم كده، طب انت اصلا مش كل البايبلاينز زي بعض دلوقتي، انت في بايبلاينز قلت لي هعمل فيها فلوتنج بوينت وفي بايبلاينز مش هعمل فيها فلوتنج بوينت. طب ايه الفايده انك تقول لي هاخد النتيجه بتاعت الفلوتنج بوينت يونت دي ارجع بيها على بايبلاين ما فيهاش اصلا فلوتنج بوينت؟ ايه المعنى؟ انت بتقول لي ان البايبلاين الثانيه دي بتتعامل مع انتجرز فقط، طب الفلوتنج بوينت ريزلت اللي طلع في بايب لاين فيها فلوتنج بوينت يونت في الغالب لا احتاج له خالص في البايب لاين اللي فيها انتجرز. وارجو ان انتوا تكونوا متابعين، ان انا بحاول اكون دقيق، بقول في الغالب لا احتاج له، احيانا ممكن تحتاج، بس سيبنا من الحالات الشاذه دلوقتي، خلينا نقول ان احنا في الغالب مش هحتاجه. يبقى وجود باي باس بس من الاوتبوت بتاع الفلوتنج بوينت يونت الى انبوت ستيج بتاعت انتجر اليو ملوش معنى، وبالتالي الحاجات اللي زي بعض جمعهم مع بعض حط ما بينهم باي باس.
فلو عندي اثنين بايبلاينز فيهم فلوتنج بوينت يونت كل واحده منهم احط بايباسز ما بينهم. عندي اربعه بايبلاينز فيما بينهم كلهم فيهم انتجر اي ال يو احط بايباسز ما بينهم. انما الحاجات اللي ملهاش علاقه ببعض ما تحطش. فعملوا ما يسمى كلاسترنج. كلاستر يعني تجميع مجموعه. فالبايبلاينز المتشابهه هنبعت لها الانستراكشنز المتعلقه ببعض ويبقى في ما بينهم بايباسز. البايبلاينز اللي ما هياش زي بعض نبقى نبعت لهم انستراكشنز ما لهمش علاقه ببعض ويمشوا في امان الله. والا هيبقى عندنا ان سكوير جروث في البايباس باسز وفي المالتيبلكسرز وفي السلكت لاينز وفي الحاجات الكثيره. طيب كده الحمد لله عدينا بالفتش والديكود والاكزكيوت. الحمد لله اقدر ابشركم ان التو ستيجز اللي فاضلين ما فيهمش مشاكل ثانيه مختلفه، هو نفس المشاكل اللي احنا شفناها. فلو انت عرفت تحلهم في الثلاثه ستيجز الاولانيين خلاص هتكمل بقى الاثنين ستيجز الثانيين بان برضو الميموري بتاعه الداتا تبقى عريضه عشان تقدر تسيف الداتا بتاعه الاربعه بايبلاينز لو انت محتاج تسيف الداتا. لو انت بتتكلم على ان انت برضو الريجستر فايل هتعمل فيه رايتنج في الاخر يبقى عندك ان رايت بورتس وتعمل الكونفليكتس اللي ما بينهم وما الى ذلك. فالحمد لله الدنيا متيسره اهي. نبتدي بقى ننتقل فكريا لفكره ثانيه. احنا الحمد لله لحد دلوقتي ماشيين بالترتيب. نبتدي نفكر لو هنخرج عن الترتيب هيحصل ايه. بصوا كده للانستراكشنز البسيطه اللي قدامنا. ديفيجن وراها اديشن معتمده عليها لان الاديشن هتقرا النتيجه اللي الديفيجن عملتها. ديفيجن هتطلع نتيجتها في اف 0 والاديشن هتقرا اف 0. ثم في عمليه مالتيبليكيشن. الى الان احنا كنا بنقول هنمشي بالترتيب والمالتيبليكيشن دي تفضل مستنيه ستول لفتره طويله بتاعه ما الديفيجن دي تخلص عشان الاديشن مستنيه والمالتيبليكيشن بعد الاديشن والمالتيبليكيشن تمشي بالترتيب. ده زي بالظبط زميلتنا رايحه لشؤون الطلبه بتقول لهم انا عاوز استخرج حاجه معينه. طب حضرتك بس الملف بتاعك كان فيه النقطه الفلانيه وعاوزين نحل معاكي كذا، طب معاكي الورقه الفلانيه. فالنقاش والشغل بتاعها هياخد مثلا 3 ساعات. هقعد اشتغل معاه 3 ساعات. حضرتك شؤون الطلبة برضه رايحة عشان تديني ورقة. وفي موظف تاني قاعد اهو ممكن ياخد منك الورقة. بس لا بالترتيب حضرتك. زميلتك هتقعد معانا 3 ساعات، اقفي. خليكي معايا 3 ساعات. إيه رأيكم في الكلام ده؟ حلو؟ مش منطقي يعني المالتيبلاي ذنبها معايا ليه؟ ما خليها تشتغل. لو هتدخل بالذات على مالتيبلاي يونت مالتيبلاي فلوتنج بوينت يونت مالهاش علاقة بالديفيجن ومالهاش علاقة بالاد. ما تروحي تسلمي الورقه للموظف الثاني ويمشي يعني خلاص خلصنا يعني. فالمالتيبلاي مش محتاجه تستنى. انا ممكن ابتديها قبل ما الاديشن تبتدي وتخلص وتمشي في امان الله واكمل في الانستراكشنز لحد ما تقابلني حاجه مستنيه مثلا حاجه من الاديشن ولا حاجه من الديفيجن ساعتها دول يستنوا انما ما عدا ذلك يكمل. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده احنا قادرين نعمله هنا لان عينك شايفه الانستراكشن دي وشايفه العلاقات ما بينهم وشايفه ايه اللي معتمد على ايه وايه اللي مش معتمد عليه. يبقى احنا محتاجين عشان نقدر نعمل دايناميك سكيدجولينج لو الهاردوير بتاعنا هو اللي هتجيله الاوامر ويقدر يعمل ات ران تايم دايناميكالي كده يغير في الترتيب ويبتدي الحاجه اوت اوف اوردر يبقى لازم يفكر كالاتي. الاكزكيوشن قد تكون نون سيكونشال ما هياش في الاوريجينال اوردر. ده هيحسن لي الستولز طبعا وهيحسن استخدام الفانكشنال يونتس وهيخلي ان انا عندي بارل اكزكيوشن وزميلتنا اللي كانت ممكن تدي الورقه وتروح تروح محاضرتها ولا تعمل اي حاجه في حياتها تقدر تعملها براحتها. بس عندنا يعني ساعات بيحصل فاكرين المحاضره الثانيه اكسبشنز يحصل انترا يحصل اي حاجه وساعتها كنا شفنا ان لو في انستراكشنز لاحقه خلصت قبل انستراكشنز سابقه ده ممكن يلخبط الدنيا شويه.
فساعتها برضه لازم نفتكر هنا ان لو ابتديت اطلع اوت اوف اوردر يبقى ما زال لازم احافظ على ان الاكسبشنز تتم بطريقه بريسايس قدر الامكان، يعني ان كل ما هو سابق على نقطه حدوث الاكسبشن يخلص ويخلص سليم، ما بعد نقطه حدوث الاكسبشن لا يؤثر في الستيت وارجع كان ما حصلش، كان ما حصلش ارجع الماضي بتاعي وخلاص انت ارمي النتيجه اللي انت طلعتها لي دي، ولما ارجع استرجع الشغل ارجع من نقطه حدوث الاكسبشن. طبعا مع وجود عدد من البايبلاينز وابتديت اشتغل حاجات كتيره اوت اوف اوردر، لو تفكروا فيها كده، لو انا عندي 4 بايبلاينز في 5 ستيجز يبقى انا عندي في نفس اللحظه في البروسيسور في 20 انستراكشن موجودين، 5 × 4 لو كانوا 8 بايبلاينز يبقى 5 في 8 يبقى 40. فانت كل ما بتزود عدد البايبلاينز كل ما كميه الانستراكشنز اللي موجوده كتير، ولو انت شغال كمان اوت اوف اوردر كل ما كميه الحاجات اللي محتاج تفتكرها كتير وممكن يحصل عندها اكسبشنز وحصلت اكسبشن فين ومين كمل ومين لسه واقف، وشغلانه بقت تعقيدات بتكبر. عشان كده بفكركم المحاضرات بتاعتي عماله بتبني على بعضها، يعني النهارده المحاضره الرابعه، يعني وصلنا في الحته اللي انا هديها لكم للنص اهو. اللي فيكم ما بيذاكرش ورا بعض وكده وبيفهم وبيتابع العمليه بتقع بقى بعد شويه، فارجوكم تابعوا يعني ورا بعض برضه. طيب يبقى احنا عشان ننفذ الكلام ده لازم نعمل جوه الهاردوير حاجه زي اللي احنا كنا عاملينها قدامنا هنا، ان الانستراكشنز موجوده قدام عيني عشان اقارنهم مع بعض. فالفتش هتجيب الانستراكشنز الى ما يسمى الانستراكشن بفر، مكان ابص فيه على الانستراكشنز، مخزن كده جات لي الانستراكشنز اهي حطيتها قدامي على الورقه على الشاشه وابص عليها. الانستراكشنز ار بروت فروم ذا ميموري اند ديسباتشد، بنوصلهم الى الانستراكشن بفر بالترتيب اللي هم جايين بيه من الميموري. حلو جدا. الديكودر بقى بص على الانستراكشنز اللي وصلت لي كده من الفتش يونت، وهعمل لهم اختيار مين من الانستراكشنز دي تدخل على اني بايبلاين، على حسب طبعا البايبلاين دي فيها اكزكيوشن يونت تنفع تشتغل معاها ولا لا، لو هي انستراكشن مثلا انتجر ولا هي فلوتنج بوينت ولا هي برانش ولا هي ايه، وعلى حسب الاعتماديات بتاعتهم مع بعض ايه اللي ممكن ادخله فين امتى. فبالتالي ممكن ادخل الحاجات اوت اوف اوردر وابتديها اوت اوف اوردر، يبقى عندي كلمتين جداد هنا شفناهم ديسباتش وايش. ديسباتش بجيبهم من الفتش الى داخل البروسيسور هنا عشان يبقى الديكودر يتفرج عليه، دول جايين بالترتيب وعندي البفر ده حاططهم فيه كده، جبتهم من الفتش من الفتش يونت جابتهم من الميموري الى البفر ده بالترتيب. الديكودر بص عليهم في البفر اختار مين اللي هيبتدي يشتغل دلوقتي على اني يونت ودخلهم، دي الايشو. ماشي، فاحنا كده فصلنا عقليا العمليه الحتتين، اللي بيجيبوا الفتش واللي بياخدوا الديكود. ما بقاش كل اللي بيجيبوا الفتش بياخدوا الديكود بنفس الترتيب، لا فصلناها حتتين، قلنا ده تعالى بالترتيب يا عم، هات الحاجه بالترتيب بس هاخد منك مزاجي على حسب وضعي. الانستراكشنز المستنيه في الانستراكشن بافر زي الاد كده هتفضل مستنيه لحد ما عقدتها تتحل. الانستراكشنز اللي زي الملتبلاي ما عندهاش مشاكل، عدي وكمل في حياتك. اللي انا بقوله لكم هنا ان في اسماء مختلفه استخدمت عبر تاريخ الشغل ده من الجروبس المختلفه اللي اشتغلت فيها في الشركات المختلفه وفي الجامعات ومراكز الابحاث المختلفه، ولكن انا ما يهمنيش الاسم قد ما يهمني المفهوم المسمى اللي وراه. اتفضل يا فندم. لا انت ما حطيتش كلوك سايكل زياده، انت كده كده كان الفاتش بيجيب الحاجه والديكودر بيستلمها منه وبيشتغل عليها، وكنا بنقول ان الحاجه اللي جايه من الفاتش دي بتتسجل في لاتشز في ريجسترز في حاجه ما بين الفاتش والديكود. فانت فعلا كان عندك مكان مخزن اهو. لا لغيت وخليت مخزن مطور. اه خليت المخزن ده اكثر تطويرا بقى،
وقلت المخزن ده هدخل فيه من ناحيه حاجه بالترتيب، وهخرج من الناحيه الثانيه بالترتيب مختلف. فما هواش طابور اللي داخل الاول يخرج الاول، هو بيدخله بالترتيب بس بيخرجه بحاجه مختلفه. اتفضل. اللي انا كنت رسمه كنا بنتكلم لسه ان انا ماشي بالترتيب، فهي كانت عملت سبونج لان انت كان عقلك بيقول اللي جاي لي اخده بالترتيب واحد ورا الثاني ورا الثالث. الاديشن ما دام اضطرت تستنى يبقى اللي بعدها هيستنى. لو انت ابتديت تسمح عقليا، وده اللي بنسمح بيه دلوقتي اهو، ان انا لا مش هخليه يستنى، خليه يكمل لو هو مش محتاج يستنى، يبقى ده الجديد. بس عشان تعمله في هاردوير زياده بقى، في يعني انستراكشن بفر، وفي تفكير ارقى شويه محتاج تعمله عشان تكمل الكلام ده. الديسباتش زي ما اتفقنا هتبقى ان اوردر، و اهو ان اوردر. ولو البفر ده اتملى نعمل ايه؟ طب يتملي ليه؟ والله انا جات لي ديفيجن مثلا، زي اللي كان جات لي، وجات لي الاديشن والاديشن مستنياها، ثم جات لي مالتيبيكيشن مش مستنياها فشغلتها، بعدين جات لي حاجه ثانيه معتمده على نتيجه الاديشن هي كمان وقفت، وجات لي حاجه اخرى مش معتمده مشيتها، بعدين بعد شويه جات لي حاجه معتمده على اللي معتمدين على بعض. فكل شويه ممكن يكون البفر ده عماله بتتزنق في حاجات ويتملي، قد يحدث. لو اتملى خلاص هنوقف بقى ساعتها. الفاتش يونت لازم توقف احضار حاجات جديده. طيب يبقى في سؤال لنا نطرحه لانفسنا بما ان حضرتك بتفكر معايا في الاوت اوف اوردر، يا ترى الانستراكشن بافر ده عامله قد ايه؟ وسعه قد ايه؟ في ساعة مثلا 4، في ساعة 128 انستراكشن، في ساعة 1000 انستراكشن. كل ما تقول لي هعمله اكبر كل ما احتمال ان هو يتملي ويوقف لك الفتش اقل، ولكن كل ما تعمله اكبر معناها اريا وباور كونسمشن، ومعناها ان انت الديكودر محتاج يبص بقى على 1000 انستراكشن. احنا كان سهل علينا بعينينا نبص على 3 انستراكشنز ونحدد الديبندنسز اللي فيهم. لو انت قلت له بص على 1000 لقينا 1000 سكوير، فبقت سيركتس اعقد بكثير. وهتبقى بطبيعتها بقى لو نزلنا فكر الالكتريكال انجينيرنج، لما انا عندي سيركتس تعقيدها 1000 سكوير يبقى كميه الفان اوت والفان ان والكرنتس والفولتجز والريسبونس تايم بتاعها هتبقى بطيئه، فهتضطر ان انت تعمل لك مشكله في البروسيسور. فلازم تصمم الحجم بتاع الانستراكشن بافر ده بحيث ان هو احتمال انه يتملي يبقى قليل، بس الثقل بتاعه في السيستم انه يبطئ لك الدنيا ويعقد لك الدنيا ما يبقاش كبير. اتفضل. لا مش لسه. هسألك سؤال، لو انا عندي 3 موظفين في شؤون دراسه الطلاب، هل لازم الطابور اللي قصادهم يبقى فيه 3 اماكن بس؟ ولا ممكن اقول انت عندك ساحه الطلبه يبقوا متواجدين فيها براحتهم وهشغل الـ3 موظفين عليها؟ طب يعني كده ماشي، يبقى احنا كده بنسأل من التفكر ده مثلا على قد اكبر حاجه ممكن، يعني مثلا هو الديفيجن اقصى حاجه ياخدها مثلا 5 سنين، انت يبقى ده هو اكبر حاجه في الدنيا، بحيث ان هو لو حاجه مستنيه يستنى. طب افرض حظك العاثر جالك 3 instructions division ورا بعض على حاجات مختلفة، ومعطلين وراهم بقى كل واحدة معطلة وراها 2-3 instructions، تعمل البفر بتاعك قد ايه؟ ما انت حظك حلو. هقول لك ايه يعني، انت ما تقدرش تعرف البرامج هيبقى شكلها ايه. statistically تقدر تعرفها، يعني تقول ان انت احتمال ان يجي لي المشكله دي احتمال قليل قوي، وساعتها خلاص هوقف، بس هو احتمال قليل فمش مشكله هقبله. فدايما لما بتتكلم على مخاطر بتتكلم هو التكلفه بتاعت الخطوره دي ايه واحتمالها ايه، وبعض المخاطر بتقبلها وتقول خلاص لو حصلت يعني انا ممكن اكون عامل حسابي ان انا جاي الصبح للكليه عشان المحاضره،
في خطورة ان يحصل مثلا بركان وما جيش المحاضرة، بس احتماله ايه يعني؟ ما مش هقعد اخطط على ان في بركان هيحصل كل اسبوع قبل ما اجي المحاضرة يعني. مش كده، مش هنعرف نعيش الحياة يعني. بس هل ممكن تحصل بركان؟ والله مش هقول لك لا. حصل امتى بركان في القاهرة؟ ما اعرفش، بس يعني ممكن. طب النص التاني بقى، الايشيو ان انا هبتدي اخد من البفر ده اوت اوف اوردر، ولما اخد اوت اوف اوردر هشتغل بالحاجات دي في الاكسكيوشن يونتس المختلفه، واي انستراكشن مضطره تنتظر في البفر، هي ويتنج في البفر، ما بتعملش اي مشاكل للفولوينج انستراكشن. يعني الاد كانت منتظره في البفر، الملتبلاي اللي وراها ما اضطرتش تستنى بسببها، ده اللي هو اجابه حضرتك. الملتبلاي اللي وراها اشتغلت عادي. طيب كده كلام حلو جدا. تعالوا نبص بقى على الكود الجميل اللي عندنا ده ناحيه اليسار، ونبتدي نشوف اللي بيحصل فيه. بصوا عليه كده، وبصوا بقى على الكود اللي ناحيه اليمين، ولاحظوا ان انا ملون شويه حاجات بلون تاني، ومسمي كل الحاجه اسماء مختلفه، يمكن محافظ على الرقم اللي جنب كل حاجه بس الاسماء مختلفه. الناحيه اليمين باللون اللي فيها ده، في مقابل الناحيه الشمال ما فيهاش الوان. ايه رايكم، الملون احسن ولا الابيض والاسود؟ جميل، فزميلتنا بتقول الملون ده خلى ان كل الحاجات اللي كان فيها ديبندنسز على بعض من نوع الرايت افتر رايت والرايت افتر ريد ما بقاش فيها هذه الاعتمادية. هنا كنت محتاج F4 دي مثلا اكتب فيها، و F4 دي كان هيتقري منها في الانستركشن الثانية، بينما هنا انا بكتب حاجة اسمها L6 والانستركشن 2 بتقرأ من حاجة اسمها L4. فانا لو كنت عاوز اشغل انستركشن 3 و4 في الناحية اليمين in parallel مع instruction 1 و2 مفيش مشكله في الناحيه اليمين، بس في الناحيه الشمال كان هيبقى عندي لخبطه، هيبقى عندي مشاكل. طيب لو نفكر فيها، اللي حصل ايه هنا؟ هو بالظبط اللي انا كنت حكيته لكم في المحاضره الثانيه، ساعه ما كنت بقول لكم انتوا بتتخانقوا على مكان مش على القيمه. انا كده instruction الرابعه في اعتمادها، الكود اللي على الشمال اعتمادها على الانستركشن الثانيه، ليس انها بتقرا القيمه مثلا اللي انتجتها الانستركشن الثانيه. واعتماد الانستركشن الثالثه على الحياه والاقلام مش على ان هم بيقروا نفس القيمه نفس النتيجه، لا هم عايزين يستخدموا نفس المكان بس. فانت لو قلت له استخدم مكان ثاني تبقى حليت له مشكلته. فبالتالي اللي بيعملوا الفكره دي بيقولوا الاتي، انا كل مشكلتي ان الاماكن هنا قليله، فبخليهم يكتبوا في نفس المكان او يقراوا، حد يقرا وبعد شويه يكتب في نفس المكان عليه، فتضارب ان الاماكن قليله. قد يكون حصل ان انت في من 30 سنه من 40 سنه من مش عارف ايه كان عندك الهاردوير صغير، فكنت عامل عدد ريجسترز قليل فالاماكن قليله، فالكومبايلر انتج البرنامج بهذا الشكل مضطر، ما هو عنديش غير اماكن قليله. النهارده وانا بعمل بروسيسور جديد، لا ممكن احط ريجسترز اكثر وعندي اريا اوسع وعندي امكانيات، فحطيت ريجسترز كتيره. لو شغلت البرنامج القديم ده على بروسيسور حالي عندي ريجسترز كتيره اقدر استفيد منهم. طب استفيد منهم ازاي؟ ان انا نفكر كالاتي، ساعة ما اعمل رايت احجز الوكيت نيو لوكيشن، نيو دي مهمة، نيو لوكيشن احجز مكان جديد وسجل النتيجة فيه، وقول بقى انا سجلت النتيجة في اني مكان. فانا هنا حجزت مكان جديد اسمه 5 مش 0،
وسجلت النتيجه بتاعتي في المكان اللي اسمه 5. طيب ساعه ما اعمل ريد ابص في الجدول ده واشوف هي المكان فين اللي انا سجلت فيه the most recent writing اللي له علاقه بيا. فهنا الاف 0 دي كانت عاوزه تقرا من الاف 0 بتاعت الانستراكشن الثالثه وليس من الاف 0 بتاعت الانستراكشن الاولى. فبالتالي الجدول ده هيقول لي انت عاوز تقرا من مكان ال 5 وليس من ال 0. فاللوجيك اللي انا عامله هنا بيعمل ايه؟ ساعه الرايتنج دور لي على الريجستر مكان فاضي جديد اكتب فيه. وهقول كده ان الانستراكشن الثالثه كتبت في مكان اسمه ال 5. ساعه الريد انت عاوز تقرا النتيجه اللي كان زمان بنسميها اف 0. دي مكتوبه فين يا عمي بالنسبه لك انت؟ دي مكتوبه في ال 5. بس طبعا الانستراكشن 2 لما عاوز تقرا ما يسمى اف 0 هتقرا من اللي هو ال 0 لانها بتقرا من نتيجه الديفيجن. طيب الكلام ده لطيف جدا، بس واحد هيقول لي طب انت كل ما تيجي تكتب عاوز مكان جديد، طب ما هو عدد الريجسترز في النهايه برضه محدود، حتى لو قلت لي حطيت مئات من الريجسترز محدود هيخلصوا. اما هو انا مش هفضل بقى كل ما بتاع مكان جديد، ما انا في لحظه ما لما خلصت مثلا الديفيجن والاديشن اللي تابعه لها وعرفت ان كل الديبندنت انستراكشنز على ما يسمى ال 0 خلصت، يبقى انا مش محتاج المكان اللي اسمه ال 0 ده خلاص، فهلغي الحجز بتاعه دي الوكيت. هتحصل when the dependent read after write hazards are cleared، لما كل ال read after write اللي معتمد على هذا المكان يخلصه اقول خلاص انا مش محتاج المكان ده، ممكن اي حد يستخدمه، فالغي الحجز بتاعه. الثلاث خطوات دول فكره لطيفه جدا تقدر تساعدني في ان انا ما يبقاش عندي مشكله رايت افتر ريد ولا رايت افتر رايت اللي كنا عاملينهم باللون الرمادي في المحاضره الثانيه، فاكرينهم؟ لان احنا كنا قايلين ساعتها ممكن نتحايل عليها، فده التحايل اللطيف. طيب التحايل اللطيف ده نعمله فين؟ والله لو الديكودر بتاعك، مش انت اللي مسؤول عن الديكودر يا عمي، تقدر تعمل لنا شويه سيركت، تعمل الحاجات البسيطه دي، الافكار اللطيفه دي، لو هتعمله في الهاردوير خير وبركه. يبقى انت كده قادر ان انت تعمله في الهاردوير، ويبقى مش هحتاج اغير اي حاجه خالص في الاسامبلي انستراكشنز بتاعه البرنامج اللي كان مكتوب من 40 سنه. هشغله النهارده على البروسيسور الجديد هيشتغل احسن. ليه؟ لان الهاردوير في داخله فيه هذه الامكانيه اللي تسمى شادو ريجسترز، بيسموها زملائكم يعني في المهنه شادو ريجسترز. عندي شويه ريجسترز كده في الظل، انت كسوفت وير اتكتب من 40 سنه ما كنتش تعرف عنها، بس دول قاعدين كده جنبي اقدر استخدمهم، ال 0 ال 5 وال 17 وال 70. انت كنت يا عم فاكر ان هم اربعه ريجسترز بس ولا خمسه ريجسترز؟ ده كان زمان، انا دلوقتي عندي ريجسترز. في زملاء اخرين في اماكن اخرى سموهم ريجستر رينيمينج، لان احنا بنعيد التسميه كده. اللي غلب في الموضوع ان هو الزملاء اللي استخدموا الفكره دي ونفذوها في الهاردوير سموها، انا اسف، سموها ريجستر رينيمينج. اللي استخدموها في الهاردوير سموها شادو ريجسترز، واللي استخدموها في السوفت وير سموها ريجستر رينيمينج. يعني ايه استخدموها في السوفت وير؟ معناها ان هو ابص على اسامبلي انستراكشنز امر فيها اعيد التسميه واستخدم اسماء جديده، فتبقى كده قادره انها تشتغل اسرع على البروسيسور. عندك سؤال؟ ده الريد افتر رايت. لا الريد افتر رايت زي ما الانستراكشن الثانيه هنا مستنيه ال 0 من الانستراكشن الاولاني، دي لازم هتستناها، يعني دي محتاجه القيمه اللي هتنتجها الانستراكشن الاولى.
بينما الانستراكشن الثالثه والرابعه في الكود اللي على الشمال اعتمادهم ايه على الانستراكشن 1 و2، مش ان هم مستنيين القيم ال 1 و2 بينتجوها، بيستخدموا نفس الاماكن بس. فلو خليتهم يستخدموا مكان تاني كان فيش مشكله. رايت افتر ريت. لا زي اف 4 هنا اللي هي اف 4 بتاعت انستركشن 2. جميل. طب بص لها هنا، بص في الناحيه اليمين بقى، ينفع انستركشن 4 تكتب في ال 6؟ ليها مشكله مع ال 4 اللي فوق دي؟ ادي جاوبت على نفسك. ماشي. طيب فممكن الحكايه دي تعمل في الهاردوير وبيسموها شادو ريجسترز، ممكن تعمل في السوفت وير وبيسموها ريجستر رينيمينج. في النهايه هي فكره لطيفه ممكن تتنفس. اتفضل. انت هتعمل ريجسترز كثيره اخرى مش ميموري يعني، فاه معاك انك هتعمل ريجسترز كثيره اخرى، ولازم تعمل يعني وسيله انك تعرف فيها اللي اتكتب اتكتب فين، واللي عاوز يقراه ده يقراه منين. فطبعا الهاردوير بيعقد، بس انا معتمد بقى على فطنتكم وان انتم ناس بتعرفوا تعملوا لوجيك ديزاين فظيع جدا من سنه اولى وثانيه، فبالتالي خد الفكره وحاول تنفذها. هتجي لك مشاكل في تنفيذها، وهتحتاج تعمل فيريفيكيشن وكورنر كيسز. طب لو جالي كذا وبعديه كذا وبعديه كذا وحصل كذا، وهتبتدي تكتشف ان لو انا عاوز اكتب ده مثلا بفيري لوج واعمل له سيميليشن اتاكد انه صح، كم التستنج اللي عشان تتاكد انه صح اكتر بكتير من الوقت اللي هتضيف في الديزاين. هتبتدي تفهم ليه كنت بقول لكم ان الفيريفيكيشن احيانا بتبقى صعبه. طيب في زملاء تانيين ابتدوا يقولوا بص يا عم انت معقد الدنيا قوي، انت لحد دلوقتي عمال تكلمني عندي ان بايب لاينز وان سكوير جروث في مش عارف مين والديكود لوجيك والبايب لاينز الواي باسز بتاعتها والكلاسترنج والكلام ده كله. انا مش عاوز اعقد الهاردوير، الهاردوير مكلف، التستنج بتاعه مكلف، والتصنيع والكهرباء اللي بياخدها وكل الهيصه دي، السوفت وير اسهل. وبعدين احنا ناس بتوع الكترونكس، ما نسهل على نفسنا ونخلي زملائنا اللي في الدور السابع في المبنى اللي جنبنا هم اللي يشيلوا الليله يعني، ما مش هم بتوع السوفت وير والدنيا سهله عندهم وبيكتب كود وبيكمبايل وخلاص. خليه هو ساعه الكومبايليشن لما يترجم البرنامج من الهاي ليفل لانجوج الى الاسمبلي انستركشنز، يعيد الترتيب، يشوف ايه الديبندنت وايه اللي مش ديبندنت، يظبط الريجسترز، يعمل ايا كان اللي هيعمله، يطلع لي حاجه مشفيه كده جاهزه ان انستراكشنز ان بارلل، اخدهم انا في الهاردوير مع بعض ادخلهم على ان بايب لاينز، يفضلوا ماشيين في البايب لاين مع بعض ما فيهمش ديبندنسي على بعض، وهو يبقى عارف ان ما يجيش بعدهم انستراكشنز ثانيين ديبندنت عليهم غير لما يكونوا الان دول عدوا بمرحله مثلا الاكزكيوت عشان تكون نتيجتهم موجوده فاقدر اديها للي بعده، وانا بقى ريحت نفسي وهو يشيل الهيصه دي. فاللي فكروا في التفكير ده قالوا طيب احنا هنعمل اذا ما يسمى very long instruction word، حاجه واحده كده فيها عدد من الانستراكشنز، تبقى حاجه دي very long فيها عدد من الانستراكشنز، حضرتك كهاردوير هتاخدهم مع بعض تدخلهم في الفيتش الديكود الاكزكيوت ويخلصوا وهيجي اللي بعدهم، وانا في الكومبايليشن اصلا واخد بالي ايه اللي ديبندنت على ايه وايه اللي هو ممكن يتعمل من امبارل مع التانيين. وفي البيور في الاي دبليو ماشين البروسيسور داز نوت نيد تو دو اني ديبندنس انستراكشنز، انت رايح نفسك مفيش مشاكل خالص. خير يمكن، بس الحقيقه مش كده. الحقيقه بقى طيب هو الكومبايلر هيعرف منين ان دلوقتي حصلت مثلا اكسبشن في انترب جالي لان مثلا البطاريه هتفضل، فاضطريت اسيب البرنامج ورحت طلعت على الشاشه حاجه واليوزر حط الكهرباء وصل الكهرباء فرجعت اكمل شغل في البرنامج. الكومبايلر هيعرف ده منين؟
فراح اعرف منين ان اليوزر حرك الماوس، ان في نتورك باكيت جت. كل الاكسبشنز دي ما يقدرش يعرف عنها حاجه، ما يقدرش يتوقع امتى البايب لاين تفضى وامتى البايب لاين تكمل. طب لو حصل كاش مس زي ما هنشوف لما ننزل الكاشز، كاشز ميموري صغيره شويه، وقد يحدث ان انا ما الاقيش فيها الحاجه فاروح اجيبها من مين ميموري، تاخد وقت اطول. طب لو حصل ده هو هيعرف منين الديلي بتاع الكاش؟ مش هيعرف يعرف، يعني ساعه الكومبايليشن مش هيقدر يعرف. في برانش المره دي كانت تيكن والمره الثانيه ما كانتش تيكن، برضه ساعه الكومبايليشن هيعرف منين؟ ده على حسب الانبوتس اللي جت من اليوزر. ففي كميه انونز في ساعه الكومبايليشن لا يستطيع ان هو يعرف، فلن يستطيع ان يعرف الديليز اللي ما بين الانستراكشنز تبقى بكام. مش بالصوره دقيقه، بصوره عامه كده تقريبيه ماشي، بس بصوره دقيقه لا. فبالتالي الاكزاكت ليتنسيز والاورجنايزيشن بتاعت البايب لاين الكومبايلر مش هيقدر يعرف. الديليز بيشتغلوا يعني بيتغيروا لو انت غيرت الامبلمنتيشن بتاعتك من 4 بايب لاين الى 8 بايب لاينز لين اتغيرت، فلازم تعمل ريكومبايليشن. في بعض الشركات زي شركه اسمها ترانسميتا في يوم من الايام قالت طيب الهاردوير هيتولى ريكومبايليشن الى حد ما اون ذا فلاي، وهو بيقرا كده الدنيا ممكن يعيد فهمها تاني. انت رجعت تعقد الهاردوير، طب دي مشكله، سيبك من الفكره دي. ترانسميتا ما كملتش حتى يعني فور سبيسيفيك امبلمنتيشن، ما غيرناش الامبلمنتيشن. في زي ما بقول ليتنسيز بتاعت اكسبشنز بتاعت كاشز بتاعت اي حاجه قد تؤدي لمشاكل. فالريل امبلمنتيشنز ار نوت ايديال، وبالتالي الفكره بتاعت البيور في الاي دبليو دي لم تنجح في الحاجه البيور كده الا في تطبيقات خاصه. يعني هتلاقوا لحد اليوم الفكره دي موجوده كثيرا في الديجيتال سيجنال بروسيسورز. لو انا عامل دي اس بي ديجيتال سيجنال بروسيسور خاص للسبيتش او خاص بالجرافيكس او خاص بحاجات مني، برنامج مخصوص لتطبيق مخصوص بيقدر يشتغل عليه بطريقه خاصه، والمهندسين اللي كاتبين مثل هذه البرامج لهذه التطبيقات ما عندهمش مشكله خالص ان انت تقول لهم انا انتجت بروسيسور جديد هيدي لك سرعه احسن شويه، ايه رايك لو تعيد الكومبايليشن بتاعت الهاردوير بتاع السوفت وير بتاعك على الهاردوير الجديد؟ دول ناس هو دي شغلتهم فممكن يعملوها. طب هل يا ترى احنا بنستخدم دي اس بيز؟ كل واحد فيكم معاه محمول يبقى معاه جواه حاجات للصوت اللي انت بتتكلمه والجرافيكس اللي انت بتشوفه. ففي ناس مستعده تعمل كده، وبالتالي فكره الفي ال اي دبليو الى حد ما ما زالت عايشه في الديجيتال سيجنال بروسيسورز. انما في الجنرال بيربز بروسيسورز لا، الناس ابتدت تقول في عندي مشاكل، انا عندي مزايا لو عملتها في الكومبايلر وعيوب، وعندي مزايا اخرى لو عملتها في الهاردوير وعيوب. فالري اوردرنج ده كل واحده من البلس اللي بالاخضر اللي ناحيه الكومبايلر هتلاقيها ماينس بالاحمر ناحيه الهاردوير، وبالعكس البلسز اللي بالاخضر في الهاردوير ماينسز ناحيه السوفت وير. فاللي اللي في الواقع بيتم في الجنرال بيربز بروسيسورز ان زملاء حضراتكم الكمبيوتر انجينيرنج اللي بيعملوا الكومبايلرز والاوبريتنج سيستمز واللايبريز والكلام من ده بيعملوا كل اللي يقدروا عليه، بيحاولوا يعملوا ريوردرنج ورينيمينج و و و واحنا في الهاردوير برضه بنعمل كل اللي نقدر عليه، ونعمل ديكودرز معقده وريوردرنج وديتكشن وكلام من هذا القبيل علشان في الهاردوير عندك بيتر برانش بريدكشن. السوفت وير مفيش، فيري فيري لو برانش بريدكشن اكيرسي. عندك هنا dynamic information about the memory delays، انا اقدر اعرف دلوقتي هو الكاش اتملت فمش عارف اجيب منها حاجه فهجيبها من المين ميموري ولا لا، التاني ما يعرفش. في الهاردوير ماتش ايزير تو سبيكيليت، تشتغل بطريقه يعني بناء على الراجح كده وتكمل بيها وتضطر تريكفر لو حصلت مشكله، بس الكومبايلر مش هيعرف يعمل كده. هيعرف منين ساعه ما بيكومبايل ايه اللي هيحصل؟ في المقابل في الهاردوير كنا لسه بنتكلم مع حضرتك ان انا عندي انستراكشن بفر محدود، فانا اجيب مثلا 8 انستراكشنز 16 انستراكشن
والديكودر يقعد يبص عليهم ويقرر هبتدي مين فيهم. فامكانيه ان انا عدد اعيد الترتيب هو في داخل هذا العدد بس. الكومبايلر بيكومبايل البرنامج كله فيقدر يشوف سكوب اوسع بكتير ويقدر يجيب حاجات من فوق تحت ومن تحت فوق ويغير كتير. فبالتالي دي ميزه ناحيه الكومبايلر ان هو فيري لارج سكوب، بينما في حاله الهاردوير هتبقى فاينايت ريسورسز. الكومبايلر لو عملنا فيه الحاجات دي بيقلل الكومبلكسي طبعا بتاعت الهاردوير وبيرخص السعر وكلام من ده، بس في المقابل لو عملنا الحاجات دي في الهاردوير بتبقى فيري كومبليكيتد. نعم يا سيدي. صحيح. جميل. انت دلوقتي لما تقول لي انا خدت برنامج والكومبايلر ده ترجم هذا البرنامج الى assembly instructions وبقى executed، انا عملت هذه الترجمة مرة، ثم الـ executable ده بعته الى ملايين المستخدمين هما بيستخدموه، كل منهم بيستخدمه عدة مرات في اليوم لعدة سنوات، ايه رأيك دلوقتي؟ ابتديت تغير رأيك ويعني واضح على وجهك كده ان الدنيا ابتدت تتغير. دلوقتي لو انا شركة اسمها انتل ولا اي ام دي والبروسيسورز بتاعتي كومباتبل مع بعضها وعملت كومبايليشن مرة واحدة وديته لملايين اليوزرز بيستخدموه عدة مرات في اليوم لعدة سنوات، خلاص ارتحت نفسيا كده. او لو انا شركة اسمها جوجل عندي اندرويد فون وفي منه مليارات بتتباع، او لو انا شركة اسمها ابل وعندي ايفون وفي منه مش عارف ايه بيتباع، فبالتالي لا الدنيا ممكن تقبل انك تدفع ثمن كبير مرة عشان ملايين المرات يبقى الثمن قليل. طبعا حقيقة الأمر عشان بس ما بقاش ظالمين، يعني ما حدش بيعمل كومباريشن مرة واحدة، يعني زملائنا اللي في السوفت وير ده بيكتب وبيكومبايل وبيحصل باجز وبيعيد البتاع، يعني بتاخد منه شوية وقت، بس ما زلنا بنتكلم إن في مجموعة قليلة من البشر في شركة ولا في شركتين ولا في ثلاث شركات ولا أيا كان عددهم لفترة زمنية محدودة في مقابل مليارات البشر لفترات زمنية أطول بكميات. طيب فاحنا بقى وصلنا لايه كده؟ الحمد لله فهمنا في اول محاضره يعني ايه بايبلاين، اتكلمنا على الاكسبشنز والبرانش بريدكشنز، والنهارده قدرنا نتكلم على لو عندنا مالتيبل بايبلاينز ان بارلل والمشاكل اللي فيهم، وفتحنا ابواب كتيره ما فتحتلكمش وما حكيتلكمش كل حاجه في الدنيا، ولكن قدرت اوصل لكم بقدر الامكان ايه اللي موجود في عالم البايبلايننج والبرانش بريدكشن وما الى ذلك الى نهايه القرن العشرين. زي ما اتفقنا ده كده وصل ان احنا فاهمين الكور في ايه اللي بدا بصوره اكبر في خلال القرن الحادي والعشرين، بقى ان احنا بقى مالتي كور والمشاكل اللي احنا ما بين الكورز الاخباريه. بس احنا اللي فاضل لنا باذن الله تعالى سويا اربع محاضرات قادمه هنبتدي نتكلم بقى، طب الكور ده تغذيته جايه من ميموريز، هنبتدي نتكلم على الميموريز، دول الاربع المحاضرات القادمه اللي معايا ان شاء الله. ثم الاربع محاضرات اللي بعد كده مع الدكتور رانيا، طب هو اصلا الميموريز دي والبروسيسور ده او البروسيسور ده وبريفرالز نتورك كارد ولا جرافيكس كارد، الحاجات دي بتتكلم مع بعض عبر طرق وكباري وانفاق وكلام من ده، ايه بقى الحاجات دي وبتتعمل ازاي؟ فهنحاول باذن الله تعالى نخرج من الشرنقه بتاعت البروسيسور ونروح للميموري في المحاضرات الاربعه الجايه، وبعدين نبص على الانتر كونكشنز في بعض. شكرا ونراكم على خير ان شاء الله.